أنتم المساهمة، المساهمة بالكيفية وبالنوعية. هذا واجب عليك. الكيفية والنوعية. استخدام السائح الأجنبي طبعا يعتبر من أولويات، ولكن أولوية الأولويات هي تكريس السياحة الداخلية والوجهات الداخلية بالنسبة للسائح الجزائري. فهناك أكثر من 5 ملايين سائح جزائري كانوا يتوجهون إلى الخارج. هذا العام يعني قلبنا المعادلة، أصبح 10 ملايين سائح جزائري على الأقل يعني زاروا بلادهم داخليا. احنا نتمناو انه يكون 20 30 مليون سائح جزائري يزور كل مناطق الوطن، المسارات السياحيه، المسارات الثقافيه، المسارات الفكخيه. لازم نخلق مسارات جديده ان شاء الله، وهذا هو الدور المتعامل للاقتصاد الجزائري، يوفر النوعيه ويوفر الاسعار. التحدي هي النوعيه، جوده الخدمات والاسعار.